ضرب وتعذيب وانتهاكات جسيمة تتعرض لها يمنيات في سجون ميليشيا الحوثي. أكثر من 90 امرأة تعتقلها ميليشيا الحوثي دون تهم. فلماذا تظل هذه الجرائم تحت الرماد؟ لأن ضحاياهن نساء. أهلا بكم. منذ الانقلاب تعتقل ميليشيا الحوثي عشرات النساء في العاصمة صنعاء والحديدة وتعز وغيرها دون توجيه أي تهمة لهن أو تحويلهن للسلطة القضائية. وفي تقرير متخصص أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات، كشف التقرير الستار عن جرائم فظيعة ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد نساء يمنيات. العديد منهن اعتقلن بسبب مواقف أهلهن السياسية أو قرابتهن لموظفين إداريين كانوا في الدولة. حسب شهادات وردت في التقرير، فسرعان ما يوجه السجانون الحوثيون تهم الدعارة للسجينات، مستغلين البيئة المغلقة للمجتمع اليمني وعواقب انتشار مثل هذه التهم على أسر تلك النساء. فأين المنظمات المحلية والدولية من هذه الانتهاكات؟ وإلى متى ستظل النساء أكبر من يدفع فاتورة الانقلاب والحرب؟ ماذا بقي لنا؟ هكذا عنونت سام للحقوق والحريات آخر تقاريرها، وهي صرخة أطلقتها إحدى النساء ردا على طلب المنظمة مقابلتها قائلة: ماذا بقي لنا وماذا يريدون منا؟ عذبونا وخلونا نعترف على أنفسنا أننا نمارس الدعارة وبنات ليل وأجبروا أهالينا على التبرؤ منا. ممارسات ميليشيا الحوثي تجاه النساء في اليمن تلك قصة أخرى أشد وجعا وأكثر غيابا. اختطاف النساء، تقرير أطلقته منظمة سام للحقوق والحريات، وثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وعناصرها النسائية ضد اليمنيات. اختطاف واعتقالات تعسفية منتظمة وواسعة النطاق، إضافة لجرائم الإخفاء القسري والتعذيب بحق النساء شهدتها عدد من المحافظات أهمها صنعاء والحديدة وعمران. جرائم كبيرة وممارسات خطيرة كجرائم تتعلق بالشرف ونهب الأموال وابتزاز أسرهن وإخفائهن، تضطر بسببها الضحايا المختطفات لدفن جرائم الميليشيا معهن خشية العواقب. لكن منظمة سام وثقت في تقريرها الذي يعد أول تقرير مخصص لتوثيق الانتهاكات التي طالت النساء شهادات 10 نساء من الضحايا قابلتهن سام واستمعت لقصصهن، وجميعهن تعرضن للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب. المنظمة في تقريرها أكدت أن نساء معتقلات تعرضن للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية ما دفعهن لمحاولة الانتحار. سبق تقرير سام صيحات كثيرة من مخاطر ممارسات الميليشيا في مناطق سيطرتها ضد اليمنيات. فقد شكلت ميليشيا الحوثي جهازاً أمنياً خاصاً بالنساء من مهامه اقتحام المنازل واعتقال النساء واستدراجهن. تقرير المنظمة أكد أنه رصد مواقع الاعتقال وإخفاء النساء شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. اشتوا خرجوا النسوان على أساس ان الرجال قد تبرقعوا وقد صاروا عند سلمان. قولوا لهم ما راه ولا رجال يخرج في صنعاء ولا في غير صنعاء في المحافظات اللي تحت السيطرة، فيجي له لبج وعاصد فيرجع يصيحوا يقولوا بيعتدوا على النساء، بيعتدوا على بعنا نسوان فوق 40 باص، يعني كشفت لكم قبل، فيدعسوا والد والد والديها، اي واحده تخرج فارغه بنت حرام. يزيد الأمر خطورة أن ما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يحيطه الكتمان وجرائم لا يعرف عنها العالم إلا قليلا. ليؤكد كل ما سبق حقيقة واحدة، أنه دون استعادة الدولة فكل شيء معرض للانهيار، وألا حواجز تقف أمام جرائم الميليشيا ضد اليمنيين. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية ياسر المليكي الناشط الحقوقي من تعز، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. إذن تابعتم تقرير منظمة سام والذي كشف انتهاكات كثيرة
قامت بها ميليشيا الحوثي بحق النساء، وأود أن أسمع منك ما هي أبرز الانتهاكات التي تم رصدها في هذا التقرير والتي تم ارتكابها بحق المعتقلات؟ بداية دعيني أقول أنه بعد 4 سنوات ونصف من الصراع المسلح في اليمن تكاد تكون النساء من بين أكثر الفئات الاجتماعية تضررا وأشد بؤسا وأشد حرمانا بسبب هذا الصراع المسلح الذي يطوي عامه الخامس. هذا الصراع المسلح أخذ من حياة وأمن واستقرار اليمنيين الكثير، وكان للنساء النصيب الأبرز من بين هذه الجرائم وهذه الانتهاكات وتداعيات وآثار الصراع المسلح، باعتبار أن النساء هن ضحايا بشكل مباشر أو غير مباشر. بشكل مباشر إما أنه يتعرضن للقتل أو الاعتقال أو التعذيب أو الحرمان من الدواء والغذاء وقصف المنشآت السكنية والتعليمية والصحية، كل هذا يؤثر بشكل مباشر على النساء اليمنيات، إضافة إلى تأثرهن بشكل غير مباشر إما بقتل أزواجهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو تجنيد أبنائهن أو كل ما يتعلق بجرائم القتل، فهو يمس المرأة كزوجة وأم وأخت وابنة. فالمرأة اليمنية بشكل خاص هي المتضررة الأكبر من بين كل الفئات، من بين كل اليمنيين تعتبر النساء هن الأشد بؤسا والأشد حرمانا والأشد إحساسا بالخوف وعدم الأمان. بالنسبة لما أورده هذا التقرير وما يتعلق بجرائم الاعتقال والتعذيب وجرائم الاختطاف، فأعتقد أن أسوأ ما أفرزته هذه الحرب اليمنية وهذا الصراع العنيف هو هذا الاعتقال الذي سلب النساء أمانهن، سلبهن حقهن في أن يعيشن بأمان. أسوأ ما أنتجته هذه الحرب على النساء هو هذا الاعتقال الذي سلبهن الأمان وسلبهن إحساسهن بالطمأنينة إما في منازلهن أو في مقرات أعمالهن. وبالتالي كانت هذه الجريمة أو بدأت في 2015، لنقول أن إسقاط العاصمة صنعاء كان مفترق الطرق لبداية الانتهاكات التي اقترحت بحق اليمنيات، وكان الاعتقال هو بداية ما تعرضت له اليمنيات من جرائم وانتهاكات، وخصوصا في العاصمة صنعاء ومحافظة عمران وقبلها في محافظة صعدة. كانت اليمنيات قد خضن قبل هذا التاريخ نضالا لنيل حقوقهن، لتمكينهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. برزنا بشكل لافت في مؤتمر الحوار الوطني في ثورة الشباب 2011، حصلنا على كثير من التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا أن إسقاط العاصمة صنعاء كان هو بداية الانحدار للنساء اليمنيات ولكل الفئات الأخرى وللدولة اليمنية بشكل عام. التقرير الذي أصدرته منظمة سام فعلا هو من أولى التقارير التي تحدثت عن جرائم الاعتقال والاختطاف والتعذيب الذي نال اليمنيات خصوصا في العاصمة صنعاء، وباعتقادي أن كثير من المنظمات ستلحق بتقارير متخصصة ونوعية عن الجرائم الاعتقال التي برزت إلى السطح وأصبحت ظاهرة سلبت أمان اليمنيات بعد الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، أدت إلى مقتله من قبل الحوثيين. كان اعتقال اليمنيات بعد هذا التاريخ ظاهرة، وإن كانت قبله في 2015 و2017 متواجدة وإن بشكل أخف ولا تعلم عنها المنظمات بشكل كبير ولم تظهر أصوات
هؤلاء المعتقلات بشكل جريء كما ظهرت في هذه الفترة، وبالتالي فإن ما رصدته ووثقته منظمة سام مشكورة هي سلطت الضوء وكشفت جانب من الجرائم او نعم. من جانب معتم من الانتهاكات التي وجهت ضد النساء اليمنيات من جماعة الحوثي أو من أطراف أخرى مارست هذا السلوك، وإن بشكل أقل وأخف مما مارسته ميليشيات الحوثي. الاعتقال بحد ذاته هو يخلخل كيان المجتمع، اعتقال النساء تحديدا يزعزع استقرار المجتمع وأمنه، كما أنه يصيب عمق الأسرة اليمنية، وبالتالي فإن ما يصيب النساء من رهاب اجتماعي وأمني بسبب هذا البطش وهذا العنجهية والاستقواب السلاح من قبل جماعة الحوثي عليهن في منازلهن وفي مقرات أعمالهن وفي وقفاتهن الاحتجاجية ومطالباتهن وحتى في مؤتمرات ثقافية ونسوية كما حدث لنساء الطائفة البهائية في العاصمة صنعاء، هذه الجريمة تسلب النساء اليمنيات الأمان، يشعرن معه بالذعر، لا يمكن لأي حي من الأحياء أن تعتقل فيه امرأة تأتي إليه أطقم معززة بالسلاح وبالأفراد لاعتقال امرأة، لا يمكن لهذا الحدث أن يمر مرورا عابرا على هؤلاء السكان في هذا الحي وفي تلك المدينة. هذه الجريمة لها طابع خاص، لها لنقل بين ظفرين بشاعة ورعب لا يمكن لكل الفئات الاجتماعية أن تتصوره. العادات الاجتماعية، تقاليد اليمنيين كانت لا تمس كرامة اليمنيات ولا تمس شرفهن ولا تمس اعتبارهن باعتبار نعم، ولكن الاعتداء يعني عليهن ما يلاحظ أو التجريح. نعم، ما يلاحظ أن كل هذه العادات التي تتحدث عنها والتي كانت تحترم المرأة وتضع لها خصوصية تم الدوس عليها بطريقة يعني مخلة بكل القيم المجتمعية. أود أن أسألك أيضا، ويعني ما هي أبرز التهم التي تواجه هؤلاء النساء مجرد أن يتم اعتقالهن؟ للأسف الشديد جرائم الاعتقال مورست بشكل بشع من قبل جماعة الحوثي وقوات صالح إبان تحالفهما، ومورست بشكل أكبر من قبل جماعة الحوثي بعد تحالفها بعد انقضاء تحالفها مع الرئيس السابق صالح، إضافة إلى أنه مورست وإن بشكل أقل من قبل القوات الحكومية وتشكيلات موالية للإمارات. لكن ما يهمنا هنا هو ما أصدره هذا التقرير وما كشف عنه هذا التقرير، وهو أن النساء اليمنيات وخصوصا في المناطق الواقعة في نطاق سيطرة جماعة الحوثي وخصوصا في العاصمة صنعاء تعرضنا لكثير من أنواع الاتهامات، كثير من الاتهامات التي وجهت لهذه النساء إما بسبب انتمائهن السياسي أو بسبب انتماء أهلهن السياسي، وإما بسبب الابتزاز المالي، وإما بسبب نشاطهن الإنساني والمنظمات، أو بسبب أعمالهن أو أعمالهن في الميدان لما يعتبره الحوثيين أن هؤلاء النساء يمثلن خصوما لهم، وخصوصا أنهن يثيرن نوعا من الأقاويل وينشرن كثير من الأخبار ضد جماعة الحوثي، فهم وعبر الجهاز الأمني الذي تمتلكه جماعة الحوثي اعتقلت كثير من هؤلاء النساء، إضافة إلى أن عدد من الاتهامات وخصوصا الاتهامات الأخلاقية، جرائم الدعارة، التشهير الجنسي مورس بحق كثير من المعتقلات. أضف إلى أنه بعد عمليات الاعتقال والاختطاف شهدنا أو وثقنا ورصدنا عدد من جرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية ارتكبت بحق هؤلاء المحتجزات في سجون ومعتقلات، إما في سجون سجن البحث الجنائي في العاصمة صنعاء أو في سجون خاصة لم تكشف عنها حتى اللحظة، هي في مقرات ومنازل ومقرات حكومية
الرومية إما منازل احتلتها لخصومها السياسيين احتلتها جماعة الحوثي، أو في مقرات ومنشآت حكومية رصد في خلال 4 سنوات. ما سأورده هنا من أرقام، خلال 4 سنوات اعتقلت جماعة الحوثي أكثر من 204 امرأة في العاصمة صنعاء، وأكثر من 303 امرأة في عموم المحافظات الجمهورية اليمنية. كان نصيب الحوثيين أو ما اعتقله الحوثيين من هذا الرقم الإجمالي 292 امرأة، وست نساء اعتقلتهن القوات الحكومية، وثلاث نساء اعتقلتهن تشكيلات موالية الإمارات، وامرأتين اعتقلتهن جماعات متطرفة أو ما يسمى بتنظيم القاعدة المتطرف. هذه الأرقام مصدرها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما استطاع راصد هذا هذه المنظمة الحقوقية من الوصول لهذه الأرقام أو الكشف عن هذه الانتهاكات التي تعرضت له النساء اليمنيات في موضوع القسري والاختطاف. نعم، سنعود لهذه النقطة أستاذ ياسر، ولكن اسمح لي أن تنضم معنا إحدى ضحايا سجون ميليشيا الحوثي، الأخت ذكرى عبد الله سعيد عبر الهاتف من الحديدة. مساء الخير ذكرى. أهلا بك معنا في هذه الحلقة، ونود بداية أن نعرف ما هو سبب اعتقالك ذكرى. والله السبب بحد ذاته لا أعرف، بس عندما وجهت لي أنني أتعاون مع العدوان، أنا أتعاون مع الشرعية، هذا الاتهام الذي وجهني. نعم، إذن ما هي ظروف اعتقالك؟ من أين أخذوك؟ كيف تم التعامل معك؟ احكي لنا ما حدث. والله يعني أخذوني كما قلت، أنا كنت طبعا في إحدى المنظمات مع لجان الناس، أمسع بعض الناس يعني كانت في الحديدة أمسع الداخلي، يعني كانت كمؤامرة، قضية اختطافي كمؤامرة من إحدى مجندات الحوثي، اتصلت بي على أساس إنه في نازحين إذا تجيب لي أسماءهم يتم رصدهم والرفع بهم إلى اللجنة. نعم. بعد ذلك؟ نعم أسمعك. أيوة أسمعك، تفضل. خلاص، بعد ذلك يعني تم تحديد الموعد بيني وبينها بحكم إنها على أساس إنها من يعني مكان آخر من أذر الشارع الذي أنا ساكنة فيه، فقالت لي إنها بتدير نفس الشارع المكان اللي أنا فيه في مدينة العمان، شارع الميناء مدينة الحديدة أمام المركز مركز الهلال الأحمر. من هناك عندما يعني كنت تواصل عني تليفونيا، وعندما تعرفت علي قالت لي في ذكرى، قلت لها نعم. شوية تلاشرت وإذا بالقوة جيت تسحبني، تطوق علي وتسحبني. إيش في إيش؟ قالت لها هناك بتعرفوا كان قوة مكونة من 5 رجال طبعا كلهم مسلحين مع طقم وثنتين نساء، كانت طبعا جندت معاهم. وبعدين كم أخذوكي؟ كم جلستي؟ نعم أسمعك بشكل كويس يا ذكرى، تواصلي. تمام، يعني أحكي بقصة كامل. نعم تمام. ثم أخذوني للبحث الجنائي هناك، سألت إيش السبب يعني ليش جبتوني إلى هنا، قالوا بتهمة التعاون مع العدوان. وانتموا من البحث الجنائي يعني أخذ البطائق، أخذ كل ما كان معي، ثم على طول دي إلى السجن المركزي. السجن المركزي داخل السجن المركزي وضعوني في زنزانة، يعني في الحبس الإنفرادي لمدة 3 أيام، وبعدها تم خروجي إلى مع باقي السجينات. هناك كان السؤال توجهني يعني أنني مع التعاون مع الإدوار، أنني أعترف أنني ألقيت كذا، وأن معي خلايا نائمة، وأنه أسئلة كثيرة كنت استغرب منه. بعدين يسألوني أين الخلية اللي كنت أقودها، أين الخلايا، أين الشباب اللي انجمداهم. لما قلت لهم على أي أساس يلبسوني، قال على أساس أنهم مراقبين مدة شهر، يعني كل ورقة إذا كنت شهر مراقبين معي خلايا أكيد بتعرفوا أماكن تواجدنا، أكيد يعني من خلال مراقبتكم.
إلى نهاية يعني مضيت في السجن 78 يوما. في خلال الفترة كانت ما بين فترة وفترة يتم استجوابي والتحقيق معي، يريدون أني أعترف، ولما يعني تبادلت لهم ما فيش تهمة من أساسه، وقال خلاص بتطير هنا عندنا يعني الثمن مليان. نعم، كيف كان التعامل معكم في السجن؟ يعني قلت لي 78 يوم قضيتيهم. اللجان حقهم كانت كل يوم من شكل، كل يوم جماعة غير، كل يوم جماعة طبعا سياح وتهديد السلاح، يقول لك بتعترفي أو بنفرغ يعني العالي إذا فوقيت، جماعة متطرفة كيف تتعامل يعني. على استلطاف بحد ذاته يدل على أن جماعة لا وعيها نبية. طيب، وبعد ما يعني تم يعني ظليتي قلت لي 78، بس ما حكيت لناش كيف كان ايضا وضعك داخل السجن، يعني التعامل معكم، الاكل، هل كان يتم التعذيب؟ طبعا قدر السجن، السجن يعني الاكل استغفر الله العظيم، طبعا يعني بس كانت الاكل يا طاقي يعني من شكل ومن الريحه، واحيانا قدم الرز فقط ما فيش ولا اي شيء. هذا قدرت في السجن مجبرة تحت جماعة، إيش بتسوي؟ أبي داخل السجن، ومني غطى الناقص إنه سجنت في فنجانة، سجن داخل السجن 3 أيام، سجن الإنفراج حقهم اللي من السجن إنه لحد. هل تم تعذيبك ذكرى؟ نعم، هل تم تعذيبك أو ضربك أو تهديدك؟ كنت أشوف النساء ينضربوا، كان تدخل بأحداهم تدخل أيديهم مزقة من كثرة الضرب، يعني تعامل كل وحشي، تعامل وحشي، همجيات تدل على أنهم ناس مش أسوياء. طيب، بعد ما خرجتي ذكرى كيف كان وضعك مع أسرتك؟ كيف نعم كيف كان وقع خبر اعتقالك بالنسبة لأهلك وأسرتك؟ وقع اختفاء أول حادثة حصلت لي مني بعد ما خرجت من السجن، فوجئت بموت أخي الله يرحمه. طبعا أخي كان العائلة بعد زوجي، لأن زوجي اكتشف أذن رحمة الله يعني. كان هو العائلي بعد زوجي، لما خرجت من السجن فوجئت إلى أنه توفى بسبب اعتقالي، يعني لما سمع الأخبار اعتقالي أجيت صدمة من يتحمل، فتوفى على ذلك رحمة الله عليه. أخت ذكرى والله يصبركم، يعني واقع مؤسف. طيب، من خلال ما عشتيه ذكرى وما عانيتيه، كيف كان تواصل المنظمات معك بعد الخروج؟ هل حد تواصل معك من منظمات دولية بالذات؟ هل وصل صوتك ومعاناتك للخارج أم لا؟ نعم ذكرى، سمعتيني؟ سمعونا. دولية، قناة دولية، يعني كان التواصل معي من قبل المنظمات. نعم فاطمة، ذكرى سمعتيني؟ أيوة. يعني هل تواصلت معك؟ الصوت شوية ضاع. نعم. أيوة تواصلت معي بعض المنظمات، تواصلت معي بعض القنوات. نعم. وفجأة عرفت ليش. في تواصل كان. طيب، الآن كيف وضعك؟ هل ما زلت تحت خطر استجوابك مرة أخرى أو اعتقالك مرة أخرى؟ يعني هل أنت في وضع آمن؟ خصوصا أنك تحدثتي مع منظمات، ظهرتي معنا اليوم، كيف هو الوضع؟ لا، أكيد الوضع الثاني ما كان، عدو كان، ما فيش أي دليل، ما في دليل. أما الآن ثاني يعني تحت الخطر أكثر، مستهدفة أكثر وأكثر. طيب كيف بالنسبة لي في المناطق أصبح بالنسبة لي خط أحمر؟ يعني ما عاد مارستيش عملك السابق منظ يعني
توقفتي؟ لا لا، صعب 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 جدا. حتى الراتب اللي كان يعطوه في المناطق الشرعية، بعض من الحوزة يعطون نصف راتب، يعني لحد الآن لا يعطوني إياه أبدا، يعني اسمي نهائيا مفقود من عندهم. نعم، إذا كان الله في عونك أخت ذكرى تجربة. بعد خروجي، نعم هلو هلو. أي نعم ذكرى، حابة تختمي معنا بأي كلمة تحبي توصليها، رسالة، أي شيء حابة تتكلمي عنه؟ الله إذا فقدنا الاتصال قبل أن نسمع ما الذي تريدين قوله ذكرى. شكرا جزيلا لك ذكرى عبد الله سعيد، إحدى ضحايا سجون ميليشيا الحوثي، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. عودة إليك ياسر، استمعت لشهادة إحدى ضحايا سجون ميليشيا الحوثي، ما هو تعليقك؟ نعم ياسر، هل تسمعني؟ نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. الشهادة كانت واحدة من بين عشرات الشهادات التي استمعنا إليها. هذا الوضع المؤلم، هذا الوضع الذي نعم نعم، استمر ياسر. وبالتالي فإن هذه الجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي بحق هؤلاء المعتقلات، بداية باعتقالهن أو احتجازهن أو اختطافهن وما يمارس عليهن وعلى أهاليهن من ابتزاز، وابتزاز مالي وابتزاز أخلاقي، وكذا ابتزاز اجتماعي بحق مكانتهن وشرفهن واعتبارهن وكرامتهن الإنسانية، وكذا المعاملة القاسية والتعذيب الذي يمارس على هؤلاء المحتجزات في سجون جماعة الحوثي. كل هذه الجرائم مجتمعة تمثل جرائم تمارسها جماعة الحوثي بحق اليمنيات، بحق تقاليد المجتمع اليمني، بحق مبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان. تخيلي أنه واحدة من الشهادات التي استمعت إليها أو اطلعت عليها، امرأة تم القبض عليها في إحدى شوارع العاصمة صنعاء مع زميلها وهي مارة في إحدى الشوارع، تقول أنه بعد إيداعها قسم الشرطة تم اتهامها بأنها تمارس فعلا فاضحا. قالت: أتى إلي والدي وتمنيت لو أن الأرض تبتلعني بسبب أن والدي لم يرني من سابق في مثل هذا الموقف المخجل، لكن جماعة الحوثي وضعتها في مثل هكذا مواقف، ولولا أن والدها يثق بها وبشرفها وبعفتها لكان قد قتلها فورا كما قالت. هذه الجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي بحق اليمنيات لا يمكن السكوت عنها. هنالك عدد من التقارير الصحفية والإعلامية التي ذُعت في الأشهر الماضية تحدثت عن عمليات الابتزاز غير عادية تمارسها جماعة الحوثي، إما ابتزاز مالي أو اتهام هذه النساء أو هؤلاء المحتجزات بالدعارة وباتهامهن بشرفهن وأخلاقهن. هذه الجرائم تمارسها جماعة الحوثي ضدا على تقاليد اليمنيين، ضدا على أعراف اليمنيين. وفوق ذلك قامت جماعة الحوثي وعبر وسائلها الإعلامية بالتشهير بهؤلاء المحتجزات في فيلم وثائقي تحت عنوان خطوط حمراء. أدلت هذه النساء باعترافات لا يمكن القول بأنها أقوال واعترافات صحيحة وقانونية،
طالما لا يوجد رقابة قضائية، لا يوجد رقابة محايدة على أقوال هذه النساء، قالت هذه النساء أنهن مارسن الدعارة لجهات سياسية وجهات ومواليا ووجهات ذات نفوذ مواليا لنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح. هذا الفيلم دليل كاف ودامغ على أن جماعة الحوثي تمارس الابتزاز بحق خصومها السياسيين، تمارس كثير من الجرائم بحق هذه النساء وأهاليهن وشرفهن وكرامتهن واعتبارهن الاجتماعي، وتمارس الابتزاز السياسي بحق خصومها، وتمارس أيضا الابتزاز المالي لأهلهن. فكثير من النساء لا يمكن لم يتم الإفراج عنهن إلا مقابل مبالغ مالية مهولة. لا نستطيع نحن كمنظمات المجتمع المدني الوصول إلى كل هذه هؤلاء المحتجزات. إحدى المعتقلات قالت أنه إحدى نساء الحوثي تم اتصلت بهذه المرأة للحضور لاستلام مواد إغاثية وإنسانية. قالت بمجرد أن وصلت تم اعتقالي وإيداعي في إحدى الفلل التي تم نهبها، وكانت في هذه الفلل قرابة أكثر من 15 امرأة محتجزة. مورس بحق هؤلاء عدد من جرائم التعذيب والترهيب والتهديد وابتزاز أهاليهن. تم تحويلهن إلى سجن احتياطي صنعاء، العاصمة صنعاء. لم يتم الإفراج عنهن إلا مقابل اعترافهن بأنهن يمارسن الدعارة، وتم محاكمتهن في محاكم لا يوجد فيها قليل من النزاهة وقليل من الحيادية، باعتبار القضاء تحت سلطة جماعة الحوثي تسيره جماعة الحوثي وعبر مشرفيها وعبر وزير عدلها المعين منها. لا يستطيع أو لا يستطيع هؤلاء القضاة أن يكونوا نزهاء وحياديون في جرائم مثل هذه المتعلقة بالنساء وكل الجرائم السياسية الأخرى المتعلقة بالمعتقلين. تعرضت هذه النساء لعمليات ابتزاز، تم الحكم عليهن بعقوبات صادمة لهن ولأهاليهن. تم قتل شخصيات هؤلاء النساء في السجون، عندما نقول قتل شخصيات هذه النساء وهو قتل سمعتهن وشرفهن واعتبارهن أمام المجتمع. لا يمكن لهؤلاء النساء أن يعدن إلى المجتمع يمارسن أعمالهن بشكل طبيعي وبكل أريحية. لا يمكن لهذه النساء أن تظهر على ذواتها وعلى أقرانها من النساء، لأن المجتمع اليمني يعتبر أن كل امرأة تعرضت للحجز أو الاعتقال فهي مدانة ومتهمة. هذه ثقافة المجتمع التي كرستها العادات والتقاليد البالية والجهل الذي خيم على كثير من اليمنيين. تمارس أيضا جماعة الحوثي وتستغل هذا الوضع وهذه التقاليد لاستغلال هذه النساء وقتل سمعتهن وشخصياتهن. كثير من المنظمات العاملة في العاصمة صنعاء مثلا لا تستطيع الوصول إلى هذه السجون، سواء سجن البحث الجنائي الذي ظهر في إعلام جماعة الحوثي بأنه يحتوي على عديد من النساء المحتجزات، أو حتى في الفلل والسجون الأخرى التي يحتجز فيها العديد من اليمنيات. نعم. إذن ياسر، يعني ما يعني القصص التي تم إيرادها كثير مؤلمة، يعني وهناك من القصص التي لا يمكن استيعابها، يعني أن تستدرج امرأة في 55 من عمرها بأن لديهم يعني منظمة خيرية ستعطيها مساعدات، ثم تتهم بأنها تدير خلية دعارة. إلى أي مدى بلغ بهذه الميليشيا الأمر أن تتصرف ليس فقط يعني مع فتيات لنقل شابات، وإنما أيضا كبيرات في السن دون خجل من حرمة كونهن نساء، وأيضا
بعمر أمهاتهم، التعامل معهن يعني بقسوة لا محدودة، يمكن ضربهن، يمكن دفعهن، كما وردت بعض القصص أن هناك من تم دفعها حتى سقطت وتم كسر فكها على الدرابزين الحديد. يعني هناك قصص مرعبة. أنا أتمنى من الجميع أن يتم قراءة هذا التقرير ليطلعوا فقط على أي مستوى وصلت إليه ميليشيا الحوثي. نعم ياسر، تستمع إلي؟ بالتأكيد، كما قلت لك هذا التقرير كان تقريرا كاشفا عن حجم هذه الجريمة التي تمارسها جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية. هذه الجماعة أو الحوثيين وقوات صالح إبان تحالفهما، وتاليا جماعة الحوثي بمفردها ارتكبت جرائم الاعتقال والاختطاف والاختفاء القسري والمعاملة القاسية بحق النساء اليمنيين النساء اليمنيات، واستخدمت عدد من الوسائل والأساليب التي شهرت بهذه النساء وأفقدتهن ثقتهن بأهاليهن ومجتمعهن. هناك عدد من الفئات التي رصدتها منظمات حقوق الإنسان في اليمن لعمليات الاعتقال بحق هذه النساء. هؤلاء النساء من بين هذه الفئات كان هناك نساء سياسيات تم اعتقالهن، ونساء حقوقيات كالناشطة الحقوقية أوفا النعامي الباحثة في منظمة سيفر وورد، إضافة إلى نساء أجنبيات كالمختطفة الفرنسية في عام 2015 ومختطفة أخرى فرنسية من أصل تونسي في عام 2015. هذين الامرأتين الأجنبيتين خرجتا اعتقلتا في العاصمة صنعاء ولم يتم الإفراج عنهما إلا بوساطة عمانية في العام 2015 و2016، إضافة إلى اعتقال نساء بهائيات وعددهن 19 امرأة تم اعتقالهن من مؤتمر بهائي في العاصمة صنعاء، إضافة إلى نساء تم اعتقالهن من وقفات احتجاجية كالنساء التي التابعات لرابطة أمهات المختطفين، والنساء التي خرجنا في أربعينية مقتل الرئيس السابق صالح، وكذا نساء سياسيات من حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح، إضافة إلى اعتقال نساء في وقفة احتجاجية خرجنا في العام الماضي في جامعة صنعاء بما أسمته هذه النساء بانتفاضة الجياع. تم اعتقال من جامعة صنعاء لوحدها أكثر من 30 امرأة، تم إيداعهن إحدى أقسام الشرطة التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء. هنالك كثير من الفئات الاجتماعية من النساء تعرضنا للاعتقال، إلى جانب فتيات طالبات. هنا مثلا في محافظة تعز فتاتين اعتقلتا للضغط على أخوهن، نعم، لتسليم نفسه لجماعة الحوثي، إضافة إلى نعم مجرد أن سلم نفسه جرائم الاعتقال أو الاختطاف لفتيات ما بين 13 سنة إلى 16 سنة. إذن في مديريات ياسر خدير والراهدة وحيفان، وخصوصا في الأشهر السابقة من العام 2019. نعم ياسر، فقط اسمح لي أن ننتقل إلى الأستاذة إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذة إشراق. مساء النور أستاذة. أهلا بك. إذا أستاذة إشراق، تقرير لمنظمة سام كشف تعرض النساء اليمنيات لأنواع من الانتهاكات، ضرب، اعتقال تعسفي، تحرش جنسي، استغلال، اعترافات تحت الضرب والضغط، كيف تتابعون كل ذلك؟
أولا بالنسبة لهذا الموضوع احنا تحدثنا ربما عن قبل الجميع وبالفعل نقيم هذا التقرير الذي قامت به منظمة سامو باعتقادي أنه تقرير جدا مهم، كونه خصص على نوع معين من الانتهاكات وعلى فئة معينة من المدنيين المحمين وهي متمثل بالنساء، وبالذات في موضوع الاعتقال التعسفي الذي كان مسكوت عنه بشكل كبير. طبعا هناك منظمات المجتمع المدني ايضا تكلمت عن هذا الحديث او عن هذا الانتهاك قبل عام، وربما كان ايضا في قناتكم تم الاشاره عن هذا الموضوع في اثناء حمله مناهضه العنف ضد المراه. لكن كما ذكرت يعني ربما كان ما جاء في التقرير فيه ارقام مفزعه وهي ارقام بالفعل حقيقيه، يعني انتهاكات حدثت في صنعاء وحدثت في عمران وحدثت في محافظة الحديدة، عدد من الإشارات التي ذكروها أيضا في التقرير. نحن لدينا أيضا قابلنا هؤلاء الضحايا واستمعنا إلى الضحايا التي تكون شدة، لكن الحقيقة أن غالبية الضحايا التي تم خروجهن وإفراج عنهن من السجون والمعتقلات خالدات أسرهن، إضافة إليهن أنفسهم يعني يرفضن الحديث أو البوث بما تعرضن له من انتهاكات، سواء بطريقة الاعتقال التعسفي والقبض الغير قانوني وعملية نقول التدليس الذي تعرض له في مسألة طريقة الوصول إليهن. أمر ثاني بعد ذلك أثناء المراكز في مراكز الاعتقال والسجون، سواء في السجون المركزية في صنعاء وعمران والحديدة أو قبل وصولهم للسجون المركزية في أماكن اعتقال سرية في منازل خاصة بشخصيات. يعني المؤسف أن هذه الاعتقالات يعني ربما كما ذكر ياسر وكما ذكر أيضا التقرير بأنها تنوعت النساء، فتجد يعني بنات وزوجات تجار، تجد بنات وزوجات ايضا قيادات عسكريه من الذين كانوا طبعا حلفاء في السابق، وبعد ذلك يعني فض هذه الشراكه استفدنا ايضا من النساء المعارضات، من النساء اللي كنا يمارسن حقوقهن المدنيه والسياسيه عبر التظاهر والتجمع السلمي ورفض سيطره جماعه الحوثي في تلك المناطق. يوجد ايضا من النساء العضوات في منظمات المجتمع المدني، من النساء الفاعلات والذين يقومون بمسألة الكتابة، يعني تعددت فئات النساء التي تم اعتقالهن، والأسباب كما ذكرت هي مسألة الحق في الرأي والتعبير والاختلاف والمشاركة السياسية والمدنية في التعبير أو عن الأنماط السياسية. نعم. طبعا هذا بالنسبه لنا نحن سواء في اللجنه او جميع المهتمين في ملف حقوق الانسان، لا سيما موضوع النساء. تحدثنا بان من الضروري ان يتم استخدام مثل هذا الملف وهو ملف اعتقال النساء، واعتقد انه هذا الرقم الوحيد اللي ربما وصلت اليه المنظمات وصلت ايضا اليه اللجنه الوطنيه، لكن ليس هو الرقم الحقيقي والنهائي، هناك ارقام كبيره يجب ان يتم الضغط على هذه الجماعه. كيف يمكن ان يتم الضغط عليها استاذه؟ نعم يعني المنظمات الحقوقية يعني في آسيا يعني ربما يعني في اعتقادي في مرحلة في مسألة التحقيق، مسألة الرصد، مسألة تقييم حقوق الإنسان، تقييم أوضاعها النساء حاليا لن يبقي في تغيير أوضاعهن، لن يكون هناك نقول استجابة سريعة، لن يكون هناك إنصاف سريع، لأن هذه الآلية لما تكون آلية متأخرة، مسألة الإنصاف والتعويض ورد الاعتبار نحن ما نفكر فيه حاليا هو الأبدى، يعني يتم عمليه يعني لكي نصل الى اقل جهه تاثير في حياه هؤلاء النساء، الضغط على المبعوث بايقاف اي عمليه سلام او النص على اذا ستتم بدء عمليات سلام او دوله اخرى من السلام والتفاوضات ان يكون هذا الملف والملف الاول قبل ان تكون بقيه الملفات، ليس فقط ملف المعتقلين الذين تم اعتقالهم في السابق من النساء، انما ملف النساء المعتقلات المتواجدات في السجون ومراكز الاعتقاد هو اولى من بقيه الملفات، لانه في مشوار خاص دائما يتغنى به للاسف الفصول وكل المروجين لادوار تعمل في السلام بان النساء شريكات معه في مبادرات السلام وتضغط على الاطراف في انساء السلام، من باب اولى ان يكون هذا الملف ملف التسمم والملف ايضا الحقيقي لامتهان ويعني
نقوم بامتحان نوايا والتعبير عن النوايا جماعه الحوثي بالفعل عن التوقف عن يعني اثاره او نقول ممارسه مثل هذا الانتهاك وتعرض حياه النساء وسلامتهن وسلامهن وامنهن في الكثير من المخاطر مثل هذه الانتهاكات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذة شاق المقتري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاية انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أشكر لك أيضا أستاذ ياسر الملكي الناشط الحقوقي من تعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وأشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.